غير كتير صغير، أكبر من النحلة بشوي، لدرجة إنه ممكن يكون غذاء للضفدع. صوت ضربات أجنحتها السريع خلانا نسميها بالطير الطنان، وبقدر يقوم بحركة الأجنحة هاي لأنه المفصل بجناحيه قادر على الالتواء. وكمان هذا الطير بيستطيع الطيران للخلف، وهي مهارة ما أنا موجودة عند كل الطيور، لكن أداء ومهارة وإتقان صنع العش ولا أروع. بيختار المكان وبجمع الخيوط، لكن الأغرب لحتى يربط هاي الخيوط مع بعض البعض بيحتاج لخيوط حرير العنكبوت. بيجمع هاي الخيوط وبربطها مع الخيطان اللي جمعها، وبعد ما ينتهي من بناء العش بزينه بأوراق الشجر وطحالب والفطور لحتى يصير جاهز لتوضع الأنثى البيوض فيه. ومن لطافة هذا الطير حتى الغذاء تبعه هو رحيق الأزهار، بيقدر ياخده من أرض طويل. ما بقدر أقول بين اختلاف طير عن طير غير سبحان من خلق، سبحان من أبدع في خلقه.